على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا، مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أزمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها سؤال تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا السؤال مبني على حدث حصل في بيتها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين يتقاتل مع قريش في بدر وأحد والخندق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وحصل صلح الحديبية الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. وفي هذه الفترة جاءت أم أسماء بنت أبي بكر لتزور ابنتها. كانت قيل المخزومية أم أسماء بنت أبي بكر قد جاءت راغبة في ماذا؟ في هدايا ابنتها، فجاءت معها بزبيب وبعض الهدايا تقدمها لابنتها علها أن تحظى بهدايا من ابنتها. ولما جاءت إلى ابنتها توقفت أسماء أمها مشركة، فهل تقبل منها الهدايا؟ هل تصل أمها؟ هل تحسن إليها وهي تشهد أن هناك آلهة غير الله عز وجل، وهي كافرة بالله رب العالمين؟ انطلقت أسماء رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، وانظروا إلى هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء، قالت: يا رسول الله، إن أمي أقبلت راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، ولو كانت الأم كافرة فإن الإنسان يحسن لوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في هذه الحياة بالمعروف، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه الصحابة والصحابيات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وذهب إليه وأخذ بعض بنيه فرباهم معه في بيته وساعده في الإنفاق، وكان يقول: يا عمه ألا أحبوك؟ قل كلمة أحج لك بها عند الله. مهما كان الوالدان عندهم من التقصير فإن العبد ينبغي أن يكون قريبا منهما، وإذا كان هذا في حال الكفار فكيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة؟ ربما يكون عندهم بعض المعاصي، ربما يكون عندهم غفلة، لكن لا يمنع أنهما أبوان، وأن هذه الأم لها حقها، هي التي حملت، وهي التي وضعت، وهي التي أرضعت، وهي التي سهرت لتنام، وجاعت لتشبع، وظمئت لترتوي، هي التي سهرت الليالي والأيام من أجلك. هذه الأم جاءت راغبة لابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، قدم الهدايا. وهذه الصلة وهذا الإحسان هو الذي يغير. إن كنا نريد ممن حولنا أن يتغيروا فعلينا أن نحسن التعامل معهم. دين الإسلام دخل فيه الملايين من البشر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات يقاتله أهل مكة حتى جاء يوم الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا بين يديه أسارى يقول: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوبهم وتصنع ما لم تصنعه السيوف والمعارك، وإذا بهم يخرجون من أماكنهم بل يخرجون من دينهم الذي تربوا عليه ليقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتسلم مكة وتثبت في إسلامها، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترتد جزيرة العرب إلا مكة والطائف والمدينة. سبحان الله، يدخل الإيمان القلوب بالمحبة والتعامل. هذه أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمؤمن ألا يستعجل في أمر من أمور الدين حتى يستفتي أهل العلم، وهذا تصرف حكيم من أسماء أن تستفتي فيما لا تعرف من أمور دينها، ويوم أن يوسد الأمر لغير أهله ويستفتى غير ذوي الاختصاص يأتوا بالمعضلات. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا للنبي الكريم، كل امرأة تأتي إليه تأتيه أسماء بنت أبي بكر، وتأتيه أسماء بنت عميس، وتأتيه العجوز، وتأتيه الصبية، ويأتيه كل أحد ليطرق بابه ويسأله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبتسم يعلمهم ويدلهم على مكارم الأخلاق وعلى نبيل الصفات والخلال الحميدة. وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وأحسنت إليها وأدخلتها إلى بيتها تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمكارم الأخلاق، وجاء ليملأ هذه الدنيا سماحة ولطفا ونبلا وتوددا بين العباد، ويدعوهم قبل ذلك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على نهج المضامين السليمة تجلى الخير بالأسس الحكيمة، وقد أوصانا بالرفق وأوصى بهم خيرا في خطبته العظيمة. نساء عشنا في درب الهدايا مع المختار تسمو كل غاية، وفي تاريخهن لنا حكاية نسطرها على الذكرى الكريمة. يجود لهن من جبر الخواطر وبالمعروف إحساس المشاعر، ومن أخلاقه أسمى المناظر تجسدها معانيه الرحيمة.